أود أن أقول أني سعيد جدا لتواجدي معك. أنا أشكرك جزيلا على كلماتك الطيبة. فرصة جيدة لتدعني أتحدث عما أجيده، سواء عملي كمدرب حراس مرمى أو كمدرب مساعد، عملي مع الكرة البرتغالية أو عملي مع المدربين الذين دربوا في الكرة المصرية. والكرة المصرية بالفعل غنية بالمواهب العديدة. وأنا أقرأ في حواراتك السابقة ومسيرتك الرائعة جدا، تصورت النهاردة أن الحوار هيكون خلفيته مكتبتك الصغيرة في منزلك، وأنا أعلم أنك تحب وتعشق القراءة، قراءة الكتب. نعم هذا صحيح بالفعل. الجميع يريد أن يطور من نفسه وأنا أريد ذلك بالطبع. هذا ينمي العلاقات بين الناس. التعلم شيء مهم جدا. أنا دوما أحرص على تعديل وعلى زيادة ثقافتي، وأن أجرب طرق كثيرة واتجاهات كثيرة. لذلك أنا أدرس كثيرا وأدرس في جميع المواد، وليس فقط كرة القدم، ولكن أيضا أقرأ في السلوك البشري، كيف التعامل مع الناس، كيف أكون جاهزا لكل المواقف. أقرأ في جميع المواد وجميع البيئات التي أعمل فيها، وكيف أتعامل مع اللاعبين، وهذا يفيدني كثيرا. وفي نفس الوقت أنمي نفسي من الناحية الفنية لأكون جاهزا أن أضع الجميع في مكانه المناسب. فبالتالي الكتب بالنسبة لي تساعدني كيف أفهم الناس، وتعطيني سعادة خاصة، سعادة كبيرة حينما أقرأ. بالفعل كما قلت أنا أحب القراءة كثيرا، أحب أن أقرأ في التاريخ، في كل شيء. أقرأ كثيرا وأكثر أوقات عن السلوك البشري. فهذه المواد كما قلت تساعدني أن أطور شخصي وأيضا كمدير فني. بداية محتاج أعرف وأفهم عشان كمان السادة المشاهدين والجماهير تعرف ده. إحنا أمام مدرب حراس مرمى عنده 44 سنة. بدأت تدريب حراس المرمى تقريبا من 22 أو 23 عام سابق، يعني تقريبا في عمر 21 أو 22 سنة. كيف بدأت تدريب حراس المرمى وكيف اتخذت هذا القرار إنك تدرب حراس المرمى في سن مبكر؟ أنا لعبت عدد سنوات في كرة القدم في البرتغال في البداية، ولكن كما هو الحال بالنسبة للشغف الذي يحظى به البرتغاليون، لعبت في أندية عديدة في صغري ونميت نفسي بقدر الإمكان، ولكن أنا فهمت أن الأفضل لي أن أتجه للتدريب، لأن فترة لعبي كرة القدم لم تكن على أفضل حال. فبالتالي أنا درست كرة القدم بشكل جيد، وكنت حريصاً على أن أكون مدير فني، وأيضاً المديرين الفنيين الذين دربوني ساعدوني كثيراً في هذه السن المبكرة. أنا بدأت بالفعل في سن 20، كنت مدرباً مساعداً في البرتغال في مستويات أدنى مما هو الحال الآن. أنا بدأت أن أدرس، بدأت أن أسافر حول العالم وأفهم عن كرة القدم عالمياً، أفهم أفكار مختلفة، مهارات مختلفة، وأحاول أن أوفق ذلك مع كرة القدم البرتغالية والتنظيم البرتغالي. حاولت أن أنمي فهمي بقدر الإمكان، وانتقلت من ناد إلى ناد آخر، وخلال عدة سنوات استطعت أن أنتقل من أدنى المستويات إلى أفضل المستويات في كرة القدم في البرتغال، وكما هو الحال في بنفيكا، وأيضا خبرتي مع المنتخب البرتغالي مع البروفيسور كارلوس كيروش، وأيضا فترتي مع بنفيكا كانت ثرية. وبعد ذلك انتقلت لخارج البرتغال لإنجلترا لأكون جزءا من هذا الدوري الرائع، وخطوة تلو أخرى
استطعت أن أنمي فهمي للمباريات وأن أنقل هذا الفهم وهذه الأفكار للاعبين. فكرة القدم تعني كيف، وليس فقط اللاعبين وإنما الفريق ككل. يجب أن تفهم كل هذا، تفهم هذا الاتصال بين المدرب واللاعب. طيب. أنا استمتعت كثيرا بهذا خلال الفترة الماضية، وهذا ما دفعني أن أنمي نفسي لأكون مدير فني وأن أحظى بكل هذه النجاحات خلال هذه المسيرة الكبيرة بجانب مديرين فنيين كبار ولاعبين رائعين.